في المستقبل القريب ومع انتشار الدمار والفساد ظهرت الشياطين في قاع الأرض، لكن تلك المرة ليس لقتل البشر وإنما للتغذية على لحومهم لاكتساب المزيد من القوة. وهناك من البشر من عقد صفقات معهم للحصول على جزء من قواتهم الضخمة، إما استخدامها في الشرك على العصابات أو استخدامها في القضاء على الشياطين. مثلهم قصائد الشياطين، حيث إنه لا يفل الحديد إلا الحديد. ولكن كان هناك أسطورة عن إمكانية اندماج الجسد البشري مع الشياطين ليصبحوا بشريا بقوة شيطانية، وبطلنا كان شخص لا لفده ولا فده. لكن بسبب دين كبير لأحد عصابات الياكوزا اضطر إلى قتل الشياطين بمساعدة شيطان حيوان وبيعها لسداد الدين، لكن تم خيانته وتحول إلى أقوى شيطان. يلا بينا نشوف إزاي. لو أول مرة تشوف فيديوهات لينا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، أهم شيء تفعيل الجرس علشان تكون أول واحد تشوف الملخصات الجديدة. وقبل ما نبدأ حكايتنا ما تنساش تصلي على النبي عليها أفضل الصلاة وأطيب السلام، ويلا بينا على حكايتنا الجديدة. ده هو دينجي، عيل كحين ومديون لطوب الأرض، لكن الدين الأكبر اللي مسبب له تعب ومرمطة هو الدين لأحد عصابات الياكوزا، لدرجة إنه في وقت من الأوقات اضطر يبيع كليته وهين عشان يسدد جزء من المبلغ الضخم اللي عليه واللي يقدر ب 8 مليون وشوية فكة كده. وحاليا عشان ما فرنش حاجة في جسمه يبيعها بيقتل الشياطين بمساعدة صديقه الشيطان الحيوان بوتشا، واللي بيدله على مكانها الياكوزا، وده لأن جزء الشياطين بيكون تمنها مش بطال وبيروحوا للشيطان وبينجحوا يقتلوه، وبيجي زعيم الياكوزا وبياخد جزء الشيطان وكده بيسد بمبلغ من اللي عليه وبيديله مبلغ صغير يمشي بيه حاله. ولكن دينجي بيفكر ان المبلغ ده هيكفي ايه ولا ايه، ايجار ولا فواتير، ده غير الديون التانيه، وكمان مفيش اكل في البيت، شكلنا هنقضيها عيش حاف. وسواء زعيم الياكوزا بيساله انت ليه مأجر واحد ضايع زي ده، ما تشوف حد كويس من قاتل الشياطين او ينجزك. فالزعيم بيقول له علشان هو بيسدد الدين اللي عليه اللي في الاصل كان على والده الله يرحمه، ده غير ان صيادين الشياطين حقيقيين مش هيرضوا يسلموا قصص الشياطين لعصابات الياكوزا، ده غير ان دينجي بيعمل اللي بيتقال له عليه من سكات، وبيقول الزعيم لدينجي هكلمك لما يكون في شيطان تاني، وخلي بالك لو حاولت تهرب هقطعك للبط. ولما بيروح دينجي بيكون حلم من احلامه ان هو ياكل عيش من المربى ولا عيش وشويه ملوخيه جامدين ولا طبق مسقعه، ونفسي احب واتحب زي باقي الناس. لكن واضح ان الموضوع صعب لاني هفضل اسدد الدين لحد ما اموت. وبنرجع فلاش باك لدينجي وهو صغير وقت دفن ابوه اللي زهق فجرا في حق نفسه من غير ما يسدد الفلوس اللي عليه الواطي. وهنا زعيم الياكوزا بيقول لدينجي قدامك لبكره تسدد دفعه من اللي عليك، والا هركبك قطر سته اللي تلت، ولو مش عارف اسال عادل شكل، وبيمشي وبيسيبه. بعد لحظه بيظهر لدينجي حيوان شيطان او شيطان حيوان مش عارف تتقال ازاي، فبيخاف منه دينجي وبيقول له لو عايز تقتلني اقتلني، خلص وانجز انا كده كده ميت ميت. لكنه بيتفاجئ ان الحيوان مصاب بجروح بميت، وهنا بتيجي فكره لدينجي وبيقول له ايه رايك تعضني وتشرب شويه من دمي وهتشفى، ولكن دمي ده مش مجاني، ده هيكون عهد بينا، انا هنقذك وانت تنقذني لاني مش عاوز اموت انا كمان. فبيعضوا الحيوان اللي سماه بوتشا، ومن وقتها بيقتلوا الشياطين سوا وبيسلموها لزعيم الياكوزا، وبعدين بيطلب منه انه يستاجروا قصائد للشياطين مقابل سداد الدين اللي عليه. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر لدينجي اللي لما بيكح بينزل دم من بقه، فبيتصدم وبيقول ان والدته توفت بسبب مرض في القلب وكانت برضه بتكح دم. وفي الاثناء دي بيخبط الباب وبيتم تبليغه ان في شيطان جديد ولازم يجي يقضي عليه، وبياخدوا الزعيم لمبنى مهجور. فدينجي بيقول له فين الشياطين اللي هنا، انا مش شايف اي شياطين يعني، والحاج بيفضل ساكت مش بيرد عليه، لكنه بيقف فجاه وبيقول له احنا متشكرين ليك، اخر حاجه انت وفي جدا زي الكلاب وبتشتغل معانا بفلوس قليله برضه زي الكلاب، لكن مشكلتي الوحيده مع الكلاب اني مش بطير ريحتهم الناتنه. وفجاه بيتم طعن دينجي من الخلف وهو الحيوان، اه يا حاج يا واطي ولا حاج ايه ده انت كلب ابن. وبيقول له كمان حتى الياكوزا بيفكروا يتوسعوا في مجالهم عشان يكسبوا المزيد من المال، وعشان كده احنا عملنا زي ما انت عملت بالظبط وعملنا عقد مع شيطان لاننا محتاجين قوه شيطانيه. وبيندمج مع الشيطان وبيقول له احنا عاوزين نقضي على صائد الشياطين، شايف اللي وراك دول، دول عصابه الياكوزا، بمجرد ما عرضت عليهم جزء من القوه بقوا زي الخاتم في صباعي رغم ان هم هيتحولوا لزومبي، وده لاني زي ما انت شايف كده حضرتك انا شيطان زومبي ونفسي اقضي على كل صائد الشياطين لان ولاد الوحشين دول بيقتلونا، تخيل يا مان، عشان كده انت تموت دلوقتي، خلصوا عليا رجاله، قصدي يا زومباويين، مش عاوز اشوف في حته سليمه. فدينجي رغم جرحه بياخد الحيوان وبيحاول ان هو يهرب، لكن بيوصل ليه واحد منهم وبيجرحه في ظهره وبيطعنه التاني في ظهره كمان، وبقى الموت وشيك والكل بقى نازل طعن وتقطيع واسترخاء دينجي العالية. وبعد ما بيخلصوا عليه بيرموه وهو متقطع في الزباله، هو وحيوانه اللي بيكون لسه في نفس، وبيفتكر لما صديقه قال له قبل كده انه ممكن يموت في اي لحظه وهو بيقاتل الشياطين، لكن الحاجه الوحيده اللي هتزعله وقتها انه هيسيبه لوحده في العالم ده، وقتها ممكن يموت من الجوع او على اي صائد شياطين. وانا كنت سمعت قبل كده ان في شياطين تقدر تستحوذ على الجثث، لو حاجه حصلت لي عاوزك تعمل كل اللي تقدر عليه وتستحوذ على جسدي. وهنا بيبدا جسد دينجي يتجمع تاني ويندمج مع بوتشا، وبيرجع للحياه دينجي واللي بيتفاجئ انه بقى فاهم كلام بوتشا واللي بيقول له انا هديك قلبي تعيش بيه وفي المقابل ورني احلامك وهي بتتحقق. وبيكون دينجي بيحلم وبيعرف ان بوتشا بقى في جسده فعلا وفي جسمه حبل تشغيل منشار بوتشا، وبيلاقي قدامه الشيطان الزومبي
بيبي واللي بيكون مصدوم من اللي هو شايفه، وبيقوم المعانين ان هم يهاجموا عليه تاني، فبيشغل بنجي المنشار وعمال يفشخ فيهم، وبقى منشار متشاف في ايده وفي دماغه، ده بقى جزء شيطان وجزء بشري، فبيتصدم الشيطان من اللي هو شايفه وبيهجم على بنجي وبيقطعه وبيقضي على الزومبي واحد ورا التاني، وبيروح لزعيمهم وبيقضي عليه تماما، وبيتيح في الباقيين وبيقول ان لو قتلتهم كلهم مش هيبقى عليا فلوس لحد، وساعته الغامره بيقضي على الكل. وبعد شويه بيوصل مجموعه من صغادي الشياطين وبيلاقوا المكان مليان بالجثث، وبيقولوا ان شكل في حد جه قبلهم، فبيلاقوا دينجي وهو جسمه مليان بالدم، فبتروح البنت دي عنده وبتقول له انت ريحتك ولا بشري ولا شيطان، وبتقول له انت اللي عملت كل ده، ودينجي ولا هنا، وبيقول لها احضنيني، فالبنت واللي اسمها ماكينه فعلا بتحضنه، وبعد ما بتحضنه بيهدى وبيرجع لطبيعته. المهم بتقول له ان هي صائد الشياطين من الامن العام، وبتقول له قدامك خيارين، يا تقتلك دلوقتي على انك شيطان، يا تحتفظ بيك على انك بشري، وبتقول له لو انا احتفظت بيك على انك بشري هاكلك. وبسبب فقر دينجي شديد واحتياجه للطعام بيوافق، وهم في العربيه ماكينه بتساله عن اسمه ايه، بيرد عليها وبيقول لها دينجي، وبتقول انت من دلوقتي هتكون تحت رعايتي، اتمنى تكون اجابتك او النباح، لا اريد كلبا ينبح. يا اخي الانمي ده في كميه اهانه رهيبه من اول حلقتين. دينجي بيقول في باله انا كنت فاكر ان هي لطيفه لكن لم اعرف انها مخيفه، وماكينه بتعزمه على الاكل ودينجي ما بيصدق. المهم بتاخده للمقر صائد الشياطين وبتديله لبس صائد الشياطين وبتقول له البسهم ونعرفك على زميلك في العمل، وبيكون زميله اسمه اكياكا واحنا نديله باكي. المهم اكيد ده بيكون بدا الشغل قبل دينجي بثلاث سنين في صياده الشياطين، وبتقول ماكينه لدينجي ممكن لو انت اشتغلت كويس تشتغل معايا في المستقبل، وبتربط له الجرافات وبيمشي مع اكي، وبعد كده بيخشوا في حاره واكي بيديله علقه محترمه لانه بيكون غيران منه، وبعدها بيروح المكان موجود فيه شيطان ودينجي بيقتل عليه بضربه واحده. المهم بعد كده دينجي بيروح لماكينه لانها بتكون عايزاه، وبتقول له ان هي من اول النهارده خاصص لشريك، وبتقول له ان هو يخلي باله منه كويس لانه شيطان، وبيطلع الشريك ده شيطان اسمها باور. المهم دينجي وباور بيروحوا مع بعض في مهمه لقتل شيطان، وهم ماشيين بيبحثوا عنه باور بتشم ريحه الشيطان وبتجري عليه، وبتسيب دينجي وبيبقى مقهور يا عيني، وبتنقض باور على الشيطان وبتنط من المبنى وبتطلع من ايدها مطرقه بتدمر بيها الشيطان حرفيا. وهنا يا صاحبي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش بقى انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، واكتبوا لنا يا جدعان تعليق لو عايزين الجزء الثاني، وبس كده السلام.